السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز إخباري من قناة شروق. أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 7 أشخاص خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وذكرت أن 6 منهم بولاية الخرطوم و1 بولاية وسط دارفور. وقال وزير الداخلية بشارة جمعة أرور في البيان الذي قدمه أمام البرلمان إن السبت 6 أبريل للعام الجاري شهد 33 مظاهرة بالخرطوم، بالإضافة إلى وصول 10,000 من المتظاهرين إلى مباني القيادة العامة للقوات المسلحة. ولفت إلى أن أحداثا مماثلة شهدتها 12 ولاية من ولايات البلاد. استمر اعتصام المواطنين أمام القيادة وفي الطرق المؤدية إليها والقريبة منها، وهي القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث يطالب المعتصمون بإصلاحات سياسية واقتصادية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة على لسان الناطق الرسمي تمسكها بنهج الحوار من أجل الوصول إلى حلول لقضايا البلاد. تقدم المؤتمر الوطني بالتعازي لأسر ضحايا الأحداث الأخيرة وترحم على أرواحهم وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. وأكد المكتب القيادي للحزب في اجتماعه الطارئ أن الحوار السياسي يظل الخيار الغالب والأكثر أهمية في تحقيق التحول السياسي، وأمن على المعالجات الجارية لفرض القانون وبسط الأمن والاستقرار. بحثت لجنة متابعة الأزمة في اجتماع لها بدار المؤتمر الوطني الأوضاع الراهنة في ظل التطورات السياسية بالبلاد، وأمنت على استمرار التواصل مع كل القوى السياسية للوصول إلى الترتيبات الخاصة بتحقيق التوافق السياسي. ونبه رئيس لجنة متابعة الأزمة بحر إدريس أبو قردة إلى أن إعلان رئيس الجمهورية إيقاف التعديلات الدستورية نقل البلاد إلى مرحلة متقدمة في طريق التوافق السياسي. وجه رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا ولاة الولايات باستمرار الخدمات والإمدادات من الدقيق والمواد البترولية بالبلاد، واطمأن على سير الأوضاع بمختلف الولايات والتوترات التي تحدث في بعض مناطق ولاية الخرطوم ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أرواح المواطنين وبسط هيبة الدولة وتسهيل انسياب تقديم الخدمات لكافة المواطنين. نهاية هذا الموجز مشاهدينا قدمناه من قناة الشروق. للمزيد من الأخبار والمعلومات بإمكانكم زيارة موقع الشروق.net. في أمان الله.